استهدي بالله، استهدي بالله. سو لا حول. الاخبار يا اخواتي. طيب النهارده هنلعب لعبه رعب، بس لعبه رعب عربيه سعوديه، لعبه ما اعرفش عنها كتير، يعني هنستكشفوا بقى كل حاجه مع بعض. ماشي يا اسطى. تمام يا اسطى. اتصال. طيب اللعبه النهارده اسمها الخاله فاطمه. سجل لايك لايك. اتصال. ليتس جو. حلو العود ده. ماشي. 75 يوم. طب هو الجرافيك كده؟ لا ثواني. اوكي لو ظبط. خلصانه يا مان. في حاجات مكتوبه بالعربي ايه والدنيا رايقه. طيب احنا ايه؟ تويتي مخلصة. ايه اللي بيتكلم بالعربي؟ الحق. مفيش كشاف يا اسطى. هات يا اسطى. ايه دي؟ لم اي حاجة في الأوضة لمها. انا بكون معيب، بس انا اللي كنت بدلك بالغرفة. الموضوع يخوف هنا. خالة فاطمة مرة اخدتني عشان توريني كيف تسوي جراحة على الجثة. سرقت مشرف من غرفة العمليات وهي ما انتبهت لمسرقات. حاول تفتح الباب وتهرب باب من باب الشارع، بس انتبه لتسيدك المجنونة زي. المجنونة زي. خلصان. المشرد ده اللي انا خدته المفروض صح؟ ايوه بقى خلصانة. هي دي؟ افتحك جوه هنا ولا ايه؟ باب الشارع ده فيه مؤاخذة يعني. باب مسكر. ماشي. هذا مكان انت لسه خبى فيه صح؟ ولا ده ايه؟ لا. ماشي. خلينا نطلع يا اسطى. طلع النور كده الله ينور عليك. افتح النور يا اسطى. تمام. ايه طيب ايه اللي حصل؟ انا عملت ما عملتش حاجه والله. ما عملتش حاجه اصلا. طيب يعني نطلع من اللعبه خلاص كده يعني اللعبه ولا ايه؟ البتاع بيرن. فين هو؟ لا يا اسطى شغل تاني بعد اذنك. اللي انت عملته ده غلط. شغل تاني بس خلاص. ايه التليفون اللي بيرن ده؟ ده في ده ده بيرن من هنا. الاوضه هنا بيرن فيها. دورنا. واقف ليه؟ خلاص استنى بعد اذنك. انا مش شايف في احد. ايوه يا اسطى انا هنا. والله يا العجيز لا سيدك لا توطى في بطنك. طب افتح لك. افتح لك ازاي يا اسطى؟ ما شاء الله كل ده بيت. مفتاح. هنا ايه؟ انا يمكن المفتاح ده بتاع الراجل المحترم ده. افتح له. على اسطى مش عايز يفتح. مش عايز يفتح اصلا. انا وانا ليه خايف؟ ايه ده؟ حامل اسطى ولا ايه؟ كلم الدكتور. طيب
إذا إذا إلحق جنباية إذا دنايم إذا مش معي الدنايم قبل التكييف عشان ما تبردش صنع رشات أغاني إدام قلت العمليات بتاعت ام الحاجه خاله فاطمه جاب الكيب روماتيزم شتت شال النصفي ورؤية خد يا اسطى تحت يعني هات هات كيس الدم ده يمكن نشربه في الطريق ايه كان كاتب لي ايه ماجيد روم ماجيد روم كاتب ماجيد روم ايه ماجيد روم دي في انت يا اسطى قلت لي في الاول اطلع من الباب تمام ويهرب فين بقى الباب ده لا غريبة يعني الحاجة فاطمة ما طلعتليش كده في ترشمانة ما طلعتليش ليه بقى يعني انا اول مرة العب لعبة عربية رعبية يقطي يو ادويتي مخلصة دي زمان ما اخذتها مين انت انا عبد الله شلون طلعت افتح يا اسطى افتح ارجع غرفتك بسرعه قبل ما تشوفك الكريه هذه شفت دانا وش صار فيها امس كانت تصارخ رح شوف غرفتها وش صار عليها وتعال علمني انت بتبعتني يا اسطى لما تفتح يا اسطى عبد الله بشر شفت غرفه دانا رح شوفها بسرعه ولا تضيع وقت اجي يا اسطى خلاص فين دانا هي دي؟ طب يا اوضة دانا فين يا اسطى؟ اوضة دانا فين؟ ماشي يا اسطى خلاص انت عمال تحرق تبعتني ها؟ فين بقى غرفة دانا دي؟ مفيش غير غرفتين هنا يبقى غرفة دانا دي تحت اكيد صح؟ طب واللي قاعد بيشخر اللي نايم بيشخر ده ايه ده؟ انا كنت في الاوضة دي صح؟ دي اوضة دانا؟ ماشي يا اسطى ده انا مياتي ده انا مياتي يا ساتر المكان انا جسمي بدأ يقشعر جسمي بدأ يقشعر يا اسطى ده انا مش موجود اطلع من الباب ده عم الناس في ناس بتموت هنا ضارب كبسة وميت ها تليفوني يا جدعان اللي بيرني ده بيرني فين يا جدعان وفي دور تاني طيب بس ده ما بيفتح ده من على الشمال من هنا طب ايه بقى الشغل ده بقى؟ ايه الشغل الضيق ده؟ هذا خط يد خالة فاطمة اكيد تكلم زوجها مفتاح ورا الروح اللوحة استنى استنى فين يا اسطى؟ فين ورا اللوحة في اني لوح افتح كده ام قال ايه ده الدور الاول غرفه الكاميرا امل خالد ده ما شاء الله ده مكوشة ما شاء الله ده في بتاع 4 5 مخطوفين بس افتح لي يا اسطى عبد الله للحين ما قدرت ادخل انت ما عندكش غير الكلمتين دول تقولهم طب اسال عليا على فكره ما شفتهاش والله ما شفتها عظيمه سالح دكتور ميديسين مش عارف ايه ماشي ايه ده؟ روبي ايميج ايميج دي بي ايه يا اسطى بي ايه بي ايه يا عم
تعالي بيريني ده مش ما بيطمنش. ماشي انا لازم انا ما دورتش في لوحه هنا، في لوحه هنا ما دورتش فيها. انا حاسس ان انا عملت ده غلط صح؟ انا حاسس ان انا عملت ده غلط مش انا بقى. خدش قوي يخرب بيت امك. انا نيم، انا ميت او نام. نام نام يا اسطى نام. انا موت انا موت. بالله عليكي ما مشي الدنيا مع بعض. بصي في واحد هنا في الاوضه دي كان بيكلمني دلوقتي صاحي، خشي خلصي عليه. بس افتح يلا افتح يا اسطى. ما قدرت ادخل الغرفه. افتح افتح بسرعه، في واحده واقفه على الباب. اخي دور المفتاح زين يا اسطى. الولايه بره كان ما ادري، يمكن تلقاه في غرفه الكاميرات. تبيح يا اسطى كده وسايب. طب بقول لك ايه، استهدي بالله استهدي استهدي بالله يا مش المفروض ده وليه كبيرة رجليها رفيعة يعني احسها شاب. دي تسخينة يعني ولا ايه؟ تنز روم كي تمام. معرفش ايه الباسورد، هنحتاج الباسورد اكيد. غرفة الدنا دي اللي هي هنا صح؟ مش هي اللي كانت بتعدي دلوقتي؟ دانا ماتي ماتي الدانا. انا بقول لكم خلاص بقول لله ده انا. واكيد في حاجه في الاوضه دي انا ما طلعتش كده يعني. يوه جوال يا رب في بطاريه. الصوت ده لا الشغل ده انا ما بحبوش. انت بتشيليني من على الارض ولا ايه؟ قاعد في ايه؟ يا اسطى يا اسطى الحقني يا اسطى طلعني من هنا. خالد ملك الدانا بس كده لقيت دم واشياء فوق السرير ولقيت جوال بعد في الدرج. لقيت دم في غرفة دانا؟ يا الله ليكون جا عليها الدور. تقولي لقيت جوال؟ يمديك تتكل على حد يجي فزع؟ لا ما يمديني، الجوال ما في شريحة. طيب اسمع، عندي فكرة. صور فيه الدم والأشياء اللي شفناها ذاك اليوم عشان نقدر نبلغ عليها بعدين. واللي يرحم والديك انتبه لبطارية الجوال لا تخلص. ماشي خلنا هاي حاجة حاجة كده. صور أهم حاجة هنا. دي واحد. انا اعتبرك ماي ان انت متحركش. بصورة للموديل بتاعنا هو ضارب كبسة وميت. خمسة ايفيدنس. تمام صورت يا اسطى. هاي خالد تسمعني؟ عبد الله صورت ادله بالجوال. ما صورت كثير. طيب الحق صور قبل ما تخلص بطارية الجوال. طب انا اعمل ايه تاني يا اسطى؟ صور لك ايه تاني؟ انا طبعا صورت كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي ما صورتهاش اللي هو بتاعت الكاميرات دي. ما احنا عايزين نفتح البتاع ده يا جدعان.
2 3 4 ثلاث ارقام بس. انا حاسس ان في لغز هنا. تمام، انا مش فاهم ايه اللمبه دي. كم واحده خضراء يعني، كم واحده زرقاء 3، وكم واحده حمراء 1. 2 4 4 2 4 اخضر، 2 ازرق، 3 احمر، 3 احمر، 4 2 3. السايبر اشتغل ولا ايه؟ هذا ايه ده؟ هذه اصوات خطوات خالة فاطمة، ليكون قامت من النوم. اعمل ايه؟ شام. هاي خالد، تسمعني؟ نعم ناد. منين؟ سو لا حول. ما عندك شنطة، ما عندك شنطة، ما عندك شنطة، والموبايل راح بس. طب الشنطة مفتاح حدي. لا ابدا، انا ما اعرف هي تلعب بني، تلعب خرمت الحيطه وطلعت. طب بقول لكم يا جدعان، انا مش عارف انا كده هعيب من الاول ولا ايه اللي هيحصل. اقلعك. ايه ده؟ ثواني حقه. يا ساتر. انت بتجري كده ليه؟ سريعة يخرب بيتي. خش يا اسطى خش. لا شبيتني شبيتني شبيتني. دي ايه دي؟ يعني ايه؟ حشر؟ الو؟ لا بقلش يا اسطى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجهاز كله وقف. ايه ده؟ ليش عيب من اول هزعل؟ خلصانة؟ أنا مش فاهم إيه اللي حصل، اللعبة كلها وقف، الجهاز كله وقف. دي 77. أنا أكيد مش هعيد كل ده تاني. طب ليه مفيش كونتينيو؟ هي وان شوت؟